أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن صار على نهجه واقتفى أثره على دربه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? የተለመደው ኢማም ነወዊ ረሂመሁላሁ ተዓላ ረሕመተን ዋሲዓ አርባ ሐዲሶችን የምንመለከትበት ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። አላህ ፈቅዶልን ዛሬ 11ኛው ፕሮግራማችን ላይ ተገኝተናል። ዛሬ 11ኛው ሐዲስ ፕሮግራማችን ስንመለከት የሐዲሱን መትን ወይም ጥሬ ቃል የምንመለከትበት ይሆናል ኢንሻአላህ። የሐዲሱን ጥሬ ቃል በምንመለከትበት ሰዓት ሐዲሱም እንደተለመደው መጀመሪያ በአረብኛ ቀራላችኋለሁ ሁለት ጊዜ፣ ከዛ መልሼ በአማርኛ ሁለት ጊዜ አቀርብላችኋለሁ። በሌላ ፕሮግራም የዚህን ሐዲስ ትንታኔ ደግሞ ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል ኢንሻአላህ። አላሁ አዘ ወጀል ከዚህ ልቃ ከዚህ ግንኙነት እንዲባርክልን ለውም ስራችንን እንዲቀበለን እየለመንኩኝ በዱዓ እንጀምራለን። አላሁመ አሊምና ማ የንፋዑና ወንፋዕና ቢማ ዓለምተና ወዚድና ዒልማ። አላሁመ አሪና ልሐቅ ሐቀን ወርዙቅና እትባዐህ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين امين امين. اسرع عندنا حديث عن ابي محمد الحسن ابن علي ابن ابي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بدقامي بعربي أقرب الله شواله. الحديث الحادي عشر أسرع عندنا حديث عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فتامتو بدقامي بعمارنيا قال بقال نملكت. عن أبي محمد يا محمد أبات كتبالو الحسن حسن تبلو كميت ترد يا محمد أبات كنيات شونو لجات شوص محمد نو أبي محمد الحسن ابن علي يا علي لجي هنوت ابن ابي طالب يا علي ابن ابي طالب لج مالتنا حسن ان حسين مكاكل اينيون حديث يورولن حسن ناتشو يا محمد ابات بمبال يتوقالو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملئكتنيا يا الله صلاتنا سلام برساتشو لا يهون النام سبط مالت يا لجي لج مالتنا የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ የሆኑት ሐሰን ማለት ነው። ያ ምክንያቱም አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እናታቸው ባለቤታቸው ፋጢማ ናት። ፋጢማ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ናት። የፋጢማ ልጆች ናቸው ሐሰን እና ሁሰይን። ለዛ ነው ሲብቱ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጆች። ወረይሃነቲሂ የአይናቸው ማረፊያዎችም የልብ ወዳጃቸው የሆኑ የአይናቸው ማረፊያ እጅግ በጣም የሚወዷቸው ማለት ነው። رضي الله عنهما بهلم لاي الله ملكام سراتشون يقبلاتشون هلونم مالتهم علي بن ابي طالب ابنهم حسننم مالتهم ولتهم صحابوش نبرو حفظتو يجالو يالو حسن يجالو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظتو طبك يالو منو من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندن نبياتنا صلى الله عليه وسلم نغغر كساچو يجالو من ميل دع تاو ما يريبك يميا ترطرهن نجر الى ودزا
ማ ላ የሪቡክ ወደማያጠራጥርህ ነገር በመሄድ የሚያጠራጥርህን ተው ማለት ነው። ረዋሁ ትርሚዚዩ ትርሚዚ ነሳኢና ትርሚዚ ዘግበውታል። ትርሚዚ ደግሞ ሐዲሱን ሐሰኑን ሶሒሁን ሐሰን ሶሒህ ነው ብለዋል። ሶሒህ ሐዲስ ነው በማለት ተናግረዋል። በድጋሚ عن ابي محمد يا محمد ابات الحسن بن علي حسن بن علي بن ابي طالب من ببالوت معناتنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يلجلج يهونوت وريحانته لنبياتنا صلى الله عليه وسلم دغمو يا عين ما رفياتشو يهونوت رضي الله عنهما الله لتن ملكام سراتشون يودد اللهچونا حسن نم اباتاچون علي نم معناتنا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبياتنا صلى الله عليه وسلم تبك إيجال ويلنا عند النقرات دع ما يريبك يمي أترطره النقر تو إلى ما لا يريبك ولما يترطره النقر يمي أترطره انتتا ولما يترطره هيد. رواه الترمذي والنسائي ترمذينا نساء زقبوتال. وقال الترمذي ترمذي رقم وصل حديث سياورو ايه حديث حسن صحيح انه بلوال حسن صحيح بلوال تكبع النتي اللو حديث نو مالتهم قليه ترقوا ميهنني مسلال ميقى طلعوا بروغرام ان شاء الله بإذن الله يزين حديث تنتانيون ويمشرهن يجلات شو يممتع هنال اسكذيا والله عز وجل هلات شو ننبا امان بسلام يطبقات شو حديثنا بميقبات انتاتشو تطبقون. فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.